مرحبا بكم طلبة السنة الأولى متوسط. في هذا الفيديو إن شاء الله راح نتناول ممالك شمال إفريقيا في العصر القديم وكيفاش نشأت هذه الممالك. ركزوا معايا مليح في هذه الخرائط، يعني بسيطة جدا. شوفوا معايا، هذه الخريطة تمثل لنا شمال إفريقيا كما راكم تلاحظوا. إذا تكلمنا على ممالك شمال إفريقيا أكيد راح نتكلموا كيفاش نشأت. نشأت هذه الممالك بداية كانت عبارة عن قبائل، كما راكم تلاحظوا لهنا عبارة عن قبائل متناثرة في الجزء الشمالي للقارة الإفريقية. قبل ما تنشأ هذه القبائل حنبدأ من الأول كيفاش نشأت. القبيلة هي عبارة عن ماذا؟ عبارة أنه تواجد الإنسان أو الفرد في المغرب القديم كان عبارة عن أسر. هذه الأسر التي تكون تحت السلطة الأبوية بعدها تتحول مجموعة من الأسر تسمى عشيرة، وهذه العشائر عشيرة زائد عشيرة تعطي لنا ما يسمى بقبيلة. يعني القبيلة، تعريف القبيلة هي مجموعة من العشائر. جيد، نروحوا الآن إلى القبيلة أو القبائل. القبيلة مع قبيلة تعطي لنا ما يسمى بالاتحاد القبلي. مثلا لاحظوا معايا هنا قبائل الجيتول، قبائل البوار، قبائل المازيسك. هذه القبائل كي تتحد تعطي لنا الاتحاد القبلي، تكون تحت زعامة واحد من الزعماء يحكم هذه القبائل. يعني عبر المؤرخين وش يقولوا بلي انه هذه القبائل المغربية، شوفوا معايا القبائل المغربية نشأت لنا ممالك المغربية. شوفوا معايا هاي ليك، هذه القبائل باتحادها نتج لنا مملكة. أهم الممالك اللي ظهرت هي، ركزوا لهنا شوفوا بهذا اللون، عندنا مملكة المور. المور يعني موريتانيا، مملكة نوميديا، نوميديا الغربية هاي ليك، الماسيسيليا تلقب بالماسيسيليا، وعندنا مملكة ماسيليا هي نوميديا الشرقية، وعندنا مملكة قرطاجة. إذا تكلمنا، ركزوا معايا هلا هنا، شوفوا معايا الخط هذا اللي راني دايرته لهنا، واش يمثلنا هذا الخط؟ معناتها أنه ممالك بلاد المغرب اللي تمتد من هنا، هذه تمتد من هنا حتى المحيط الأطلسي، يطلق عليهم اسم اللوبيون أو قبائل أو المور والنوميد أو البربر، حتى اسم يطلق عليهم اسم الأمازيغ. كاين بزاف تلاميذ يغلطوا يديروا قرطاجة معاهم، لا، قرطاجة هي مملكة وحدها غير تابعة للوبيون، ويطلق عليهم اسم الفينيقيون. لماذا فينيقيون؟ الفينيقيون لأن الفينيقيون اللي جاوا من بلاد الشام يعني فلسطين عن طريق التجارة استقروا لهنا وأطلقوا كيسكنوا في قرطاجة يعني على ضفاف تونس، أطلق عليهم اسم القرطاجيين. الفينيقيون هم البونيون، بونيون يعني البونيين. إذا لازم تعرفوا هذه المصطلحات. نبدأ كيفاش، منين تمتد قرطاجة؟ تمتد هاي لك قرطاجة تمتد من البحر الأبيض إلى هذه الحدود الغربية لمملكة ماسيليا. مملكة ماسيليا تمتد من الحدود الشرقية لقرطاجة إلى غاية الحدود الغربية لمملكة ماسيسيليا يعني نوميديا المغربية. أما مملكة ماسيسيليا تمتد من الحدود الغربية لمملكة نوميديا الشرقية إلى غاية واد ملوية، كما كنت لاحظوا هذه كتبة واد ملوية.
أما مملكة مور أو مملكة موريتانيا هي نفسها تمتد من وادي ملوية إلى غاية المحيط الأطلسي، وهي كما كنت لاحظوا لهنا هي سهلة جدا. ما هاي ليك؟ لاحظوا هنا في الخرائط ممالك النوميدي والمور، واضح مفهوم. دعنا نقرب لكم هذه الخريطة باش تشوفوها جيدة. ما يجدر الإشارة إليه أن هاتين المملكتين، مملكة نوميديا الشرقية ونوميديا الغربية، توحدت وأصبحت نوميديا الموحدة. نوميديا الموحدة، يعني قولوا كيفاش وتوحدت نوميديا الموحدة. حنا يعني عرفوا بلي مملكة نوميديا الشرقية كانت تحت حكم ماسينيسا، هذه الشرقية. أما مملكة نوميديا الغربية كانت تحت حكم الملك سيفاقس. سيفاقس كان لديه ابن فيرمينيا، هكذا باش تفهموا مليح. مملكة نوميديا الشرقية في عهد الملك ماسينيسا لماذا لديه تاريخ كبير؟ لأنه هو قام بتوحيد نوميديا الموحدة، واضح. كان هذا التوحيد من أجل تصدي للاحتلالات الأجنبية ومقاومة كل، سواء الاحتلال القرطاجي أو الاحتلال الروماني أو غيرها من الاحتلالات. والجدير بالذكر أن ماسينيسا لديه ضريح ملكي لابنه ماسيمبا بالخروب في قسنطينة حاليا، يعني القبر تاعو في قسنطينة بمنطقة الخروب، واضح مفهوم. إذا أعجبك الفيديو قم بالمشاركة مع أصدقائك. شكرا لكم.